السلام عليكم، ازيك يا وحش؟ ايه الاخبار؟ وحشني، بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات. فبصراحه اللي داري من امبارح ده وحوار احمد القندوسي والكلام ده اللي خلاني عايز اتكلم. وقبل ما اخش معاك في سوبر ولا كونتيننتال واقول لك قصدي بيهم ايه، كلمتين صغيرين في الموضوع ده. انا عندي كام تساؤل، يعني انا عندي شوية تساؤلات، وانت لو عندك اجابة رد عليها في التعليقات. اقول لك اللي عندي. اول حاجة، اشمعنى التوقيت ده؟ اشمعنى احمد القندوسي ظهر في التوقيت ده؟ هتقولي علشان سيراميكا مشارك في السوبر المصري والكلام ده، اقول لك ماشي. طب ما عندك محمد ابراهيم نجم الفريق وكابتن الفريق، ما يظهر هو. ماشي يا عم، خليني معاك. بص، خدني على قد عقلي، يعني مش شرط اللي انا بقوله ده يبقى هو ايه اللي حصل، بس خدني على قد عقلي. طيب، انت استضفت احمد القندوسي بصفته انه واحد من نجوم الفريق وماشي كويس وعمل اداء عالي والكلام ده كله معاه. طيب انت يا عم احمد القندوسي دلوقتي مالك ومال صفقه زين الدين بالعيد؟ دلوقتي خلاص الصفقه ما تمتش واللعيب راح اوروبا وربنا يوفقه في سكته وخلاص على كده، والنادي الاهلي جاب مكانه اتنين، يوسف ايمن واشرف داري. فانت ايه اللي يعنيك في الامر صفقه زين الدين بالعيد؟ تمت ولا باظت؟ انت كده كده راجل بتلعب في سيراميكا اعار من النادي الاهلي لمده موسم، وبعد الموسم ده هي ترجع، يا اما النادي الاهلي هيسيبك تمشي تروح مطرح ما انت عايز، وده اللي انت اتفقت مع الاداره عليه. انت بقى دلوقتي مالك ومال صفقه زين الدين بالعيد، رغم ان الواد طلع مره واتنين كدبك، يعني زين الدين بالعيد ووكيله ووالده طلعوا كدبوك، وانت برضه مصمم على كلامك. حتى في التحقيق مع الكابتن محمد رمضان اكدت على نفس الكلام، فانت هتستفيد ايه من ده؟ فدلوقتي ايه فايده التوقيت ان احمد القندوسي يظهر في التوقيت ده ويتكلم في حوار زين الدين بالعيد، وايه الاستفاده اللي هتقعد عليه من الموضوع ده؟ الحاجه الثالثه، ايه اللي هتخليك مصر على نفس اقوالك في حين ان صاحب الشان طلع كدبك؟ هتقول لي يا بلال قصدك تقول ايه؟ نظريه مؤامره وبتاع؟ لا، اقول لك ان هو فكره هو عايز يخلع، لان احمد القندوسي مش بالذكاء القليل او المحدود ان يبقى فاهم ان اللي هيقوله ده هيعدي كده مرور الكرام. اكيد النادي الاهلي هيبقى ليه رد فعل، رد الفعل او الطبيعي والبديهي ان هو فعلا اتعرض للبيع، وده من الواضح ان اللعيب عايزه، لان فعلا من ساعه ما ظهر ما طلع قرار عرضه للبيع ملوش اي رد فعل. فانا من وجهه نظري مش شايف غير ان احمد القندوسي عايز يمشي، ومش قادر يستنى لاخر الموسم الجاي، فعايز يمشي من دلوقتي وفي يناير، لاني حاسس كده ان حد لعب في دماغه. هتقول لي زي مين؟ اقول لك هو في غيره. دلوقتي علاقه سيراميكا ببيراميدز ممتازه، وبيبدلوا لعيبه مع بعض، وفي علاقات بينهم رايحه جايه والكلام ده، فمش بعيد بيراميدز يكون طلب احمد القندوسي. فسيراميكا يقول له والله كان على عيني، ده انا واخده سلف من النادي الاهلي، اديه لك ازاي؟ فوارد الحوار يكون فيه ان اللعيب عايز يروح هنا بيراميدز او زمالك، وارد جدا وحقه، لعيب كويس جدا وممتاز، بس ما تبقاش الطريقه دي اللي تمشي بيها، لان انا مش شايف كلام احمد القندوسي فيه منه اي مغزى او هدف غير انه عايز يمشي. التركه بقى هنا في طريقه مشيانه، لان الكره دلوقتي بقت في ملعب النادي الاهلي، هو عرض اللاعب للبيع. توقعي واللي بتمناه الاداره تعمله اللي هو اللعيب يتعرض للبيع لاي نادي خارج مصر، رجاء، وداد، ترجي، صفاقس، نجم ساحلي، ايا كان، ان شاء الله يرجع الجزائر. لكن جوه مصر ما اعتقدش، حتى لو سيراميكا طلب ان هو يشتريه، اعتقد ان النادي الاهلي هيحط بند في العقد ان فكره انه لو راح اي نادي ثاني داخل مصر هيبقى فيه نسبه من اعاده البيع. فاللي خلينا حابب اتكلم في النقطه دي اللي شافه من بعض الجماهير من امبارح، حته متشكرين يا قندوس، انت قصرت، هتسيب النادي الاهلي، لكن انت كشفت لنا الحقائق، لكن انت مش عارف ايه حقيقة يا جدعان. طب ما في حاجة مهمة دلوقتي، ملف التعاقدات والكورة كله مع الكابتن محمود الخطيب، ولو تلاحظ في معظم الصفقات اللي كانت بتتم واللي ما بتتمش بيقول لك ايه، امير توفيق ارجع للكابتن خطيب، يستفسر منه على كذا ورجع للنادي تاني، النادي ده بلغ امير توفيق ببعض الشروط وامير توفيق عرض على الكابتن خطيب ويشوف الرد. فمعنى كده ان مفيش خطوة بتتم الا والكابتن محمود الخطيب مع امير توفيق فيها، فمنين هي الراجل يعمل مصالح لنفسه؟ ده غير ان نتيجة التحقيق في الاخر طلعت ان الموضوع مفيش اي مخالفات. اخش بقى معاك في النقطة التانية اللي هي بقى التخوف اللي عندي، وهو سوبر ولا كونتيننتال. صلي على النبي يا سيدي. دلوقتي انت عندك يوم 20 مباراه، ويوم 24 مباراه، ويوم 29 مباراه، يعني بمعدل كل 4 ايام. يوم 20 مع سيراميكا ان شاء الله تكسب وتعدي، هتقابل فرقه من الاثنين، يا زمالك يا بيراميدز. في كلا الحالتين الموضوع مش هيبقى سهل. إذا قابلت بيراميدز هنرجع للنقطة إياها اللي أنت عارفها وأنا عارفها، فكرة إن بيراميدز ما ينفعش أول بطولة ليه، أول بطولة يا إما خد الكاس، ما ينفعش ياخد بطولة على حسابي. حلو كده؟ حلو كده. ولو قابلت نادي الزمالك، حبيبي تعالى، ليه يا ترى؟ عندك ما بقالوش شهر وعايز آخده. ففي كلا الحالتين المباراتين هتبقى صعبتين، إذا كان بيراميدز أو نادي الزمالك. طيب،
لا قدر الله، لا قدر الله يعني ما خدتش السوبر المصري، انت متوقع رد فعل الجماهير هيكون ايه؟ وانت عندك بعديها ب4 ايام مباراه مهمه مع العين الاماراتي هنا، مباراه ب3 مليون دولار وبكاس، وهتوديك لمرحله بعد كده. اللي قصدي اقوله ايه؟ واللي انا متخوف منه ايه؟ ان انت هيبقى عندك مباراتين اصعب من بعض خلال 8 ايام، فطبيعي ان واحده هتاخد من رصيد الثانيه، وواحده هتاخد من تركيز الثانيه. انت عندك ماتش هنا اللي خدت فيه درع الدوري، اللعيبه بعدها ب4 5 ايام في ماتش السوبر الافريقي ما جاتش، ما شفتهاش عشان كانوا عايشين في الفرحه. طب هل ده لو حصل مع السوبر المصري هيبقى نفس القصه؟ ويبقى عندك مباراه، انا من وجهه نظري اهم مباراه دلوقتي في الموسم مباراه العين الاماراتي، حتى بعد كده لا قدر الله ما كملناش في البطوله دي، بس اخد كاس على ارضي وسط جماهيري، واخد 3 مليون دولار انا اولى بيهم، اجيب بيهم صفقه مهاجم ولا حاجه في يناير. فاللي قصدي اقوله ايه؟ ان احنا كجماهير النادي الاهلي محتاجين نهدى على الفريق وعلى اللعيبه، لان انت عندك خلال اسبوع واحد مباريتين هيبقوا اشد من بعض. إن ربنا كرمك باذن الله وخدت السوبر هيبقى تمام، دفعه معنويه كويسه وتكمل، والماتش العين الامارات يبقى هنا وسط جماهيرنا، وان شاء الله سمعنا ان الموضوع هيبقى الاستاد كله مفوت، فدي كمان هتبقى صعبه لان هتبقى اول مباراه بعد فوز ببطوله. طبعا كلنا عارفين المباراه اللي بعد اول مباراه بعد فوز ببطوله بتبقى مش سهله، ولا قدر الله وحصل العكس وخسرت السوبر الافريقي هيبقى كده اللود والضغط على اللعيبه زاد في فكره خساره سوبرين ودخل على مباراه مصيريه. ففي النهايه كل اللي طالبه منك ان احنا نهدى الفتره دي، لانها مش فتره هجوم، علشان زي ما انا شرحت لك كده ان اخر اسبوع في الشهر هيبقى صعب جدا وفي مباراتين اهم من بعض. فاحنا دلوقتي ندعم وفي ظهر الفريق زي ما احنا متعودين، وبعد ما نعدي مرحله عنق الزجاجه دي ونوصل لشهر يناير بسلام ربنا يحلها. بس كده، اشوفك على خير، سلام عليكم.